بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. شهوة الأمان هي قريبة لشهوة السلام، بس أعرضها من زاوية تانية. في علم النفس حاليا كلمة الأمان دي بقت مهمة قوي. والحقيقة كل اللي بيقوله علم النفس إذا قال حاجة كويسة، مش زي ما بيقول حاجة كويسة، إذا قال حاجة كويسة بتطلع أنها موجودة في الإنجيل من غير فلسفة، تأكدوا من كده. لكن ساعات يقول كلام مش كويس وبعدين يغيره بعد سنين بعد ما يضيع كم واحد كده. شهوة الأمان دي بتفصل لنا أغلب تصرفات البشر. يعني أي شخصية منحرفة يعتقد أنه أول تفسير لانحرافها insecurity، عدم إحساس بالأمان. حط جنبها أغلب الانحرافات الوردة، طفل بيسرق غالبا ما عندوش إحساس بالأمان، وشاب أجريسيف عنيف غالبا نقصه إحساس بالأمان، بنت بتبيع نفسها بالساهل غالبا فقد الإحساس بالأمان، شخص عنده قلق مرضي بدون سبب واضح، مش عارف ينام وعصبي بزيادة، غالبا ما عندوش إحساس بالأمان. فكلمة الانسيكوريتي لو قلتها في تشخيص أي حاجة بتطلع صح غالبا كده، بس هي غايبة عن ذهننا. يعني الفكرة نفسها احنا مش عارفين نحطها في نفسنا. كلنا بدون استثناء اتربينا في ظروف مش ما فيهاش أمان كفاية، وساعات تبقى لحظات، يعني ايه، أب وأم كويسين بس ابنهم تاه منهم ربع ساعة في مول أو على البحر، يجيب له شوك بتاع الانسيكوريتي فيقعد معاه سنين لأنه اتصدم، قعد ربع ساعة حاسس أني مش هشوف بابا وماما تاني مثلا. طبعا بلادنا يعني نشكر ربنا على كل حال أعلى نسب أبيوز في العالم تقريبا، child abuse verbal وphysical وsexual، أعلى نسب من أعلى النسب، إحنا والهند وكم بلد، حاجة مزعجة جدا. طبعا أي طفل تعرض لتحرش أو تهكم أو إهانة حتى لفظية ده insecurity عالي جدا، فظيع الإحساس أن طفل تلموا عليه أصحابه في المدرسة مسكوه ضربوه وملكش كبير ولا نظر ولا مدرس بينفعه ولا أب يعرف يعمل حاجة، في مدارس كده إحساس فظيع بعدم الأمان. فطبعا يطلع الطفل ده ساعات يطلع ملحد لأنه مش قادر يسامح ربنا على اللحظة دي، إحساس عدم الأمان مخليه عصبي وغضبان على البلد وعلى أهله وعلى نفسه وعلى العمل ده كله. إذن القصة يا جماعة مرتبطة جدا بموضوع الأمان. من أجمل شخصيات الكتاب اللي دايما نقف عندها ونقول وراها insecurity عالية جدا شخصية السامرية. السامرية ما هياش إنسانة، يعني سوري في التعبير، منحلة بمزاج، لا ما كانتش قبلت الحب الإلهي. دي واحدة عندها عدم أمان عالي جدا، فبتتحامى في أي راجل بيذلها لكن محتاجة أمان، فيعيني بتبقى مذلولة لكن من راجل لراجل بحثا عن الأمان. واللي ما عندوش سيكوريتي بتلاقيه عدواني. فأول ما المسيح قال بس بمنتهى البساطة ادينا اشرب كانت تاكله، ازاي تطلب مني اشرب، انت راجل يهودي وانا ست سامرية، اليهود ما بيعملوش السامريين، يا ستي ما قالش حاجة. طبعا المسيح له المجد لانه عارف الخلفيات طبعا وفاهم المعاناة وعارف ان دي غلبانة قوي، فبمنتهى الادب والاحترام بقى يمتصها حتى حتى ويعملها باحترام شديد جدا لغاية ما ايه حست بالامان. ولما حست بالامان بقت هي اللي بتسأله، بتقول له طب ما تدينا نشرب، قال لها طب هاتي جوزك، قالت له مش متجوزة، فقام واجهها بمأساتها واحتملت منه. خلي بالكوا الكونفرونتيشن ده لما تواجه شخص ما عندوش امان يهرب منك لازم او يقلبها على دماغك. لو واجهت اي شخص وهو insecure لازم يرفص، لكن لو عرفت تواجهه بعد ما امنته هيقول ببساطة كل اللي حصل. وده اللي عملته السامرية،
طلع لها انها عايشه مع راجل مش جوزها وقبليه 5 جواز، وقالت له اوكي صح صح ازاي يعني؟ ده لو واحد قال لك ربع كلمه من دول كنت كلتيه قبل كده، دلوقتي لا، هي عندها امان. وبعدين لقيناها مع احساس الامان بتسال سؤال بقاله سنين مش راضي يطلع، عاوز ارجع لربنا، عاوز اسجد، ينفع اسجد هنا ولا اسجد فين؟ ولقيت طبعا الامان بيزيد لانه طلع الموضوع سهل جدا، مش لا لازم تسافري ولا تروح، السجود دلوقتي، السجود بالروح، الموضوع بسيط. اذا ربنا يسوع له المجد هو مصدر الامان. وعندنا مزامير كتيرة قوي تدي الحتة دي، ياريتكوا كل يوم تختاروا مزمورين ثلاثة من بتوع الأمان، وأبقى أغششكوا الأرقام. زي مثلا إلهنا ملجأنا وقوتنا، زي الرب نوري وخلاصي. المزامير دي كلها ممكن تحطوا لها عنوان اسمه مزامير الأمان، فتبقى دايما، وبالذات اللي عندهم قلق أو كآبة أو عصبية أو كلكم يعني، يبقى لازم تختار لك مزمورين ثلاثة على الصبح كده تقولهم بتركيز عشان الانسكيورتي اللي عندك تهدد، فتطلع ايه يعني وشك حلو للناس ومقبل على الحياة والدنيا جميلة. نقرأ جزء من النص كده، لأن السامرية دي صاحبتنا الفترة الجاية، يعني ايه هنقابلها بقى في ايه في نص الصوم، وهنقابلها تاني بعد عيد القيامة، وماشية معانا قوي عشان دي قريبة لينا كلنا. كانت هناك بئر، وإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة السادسة، فجاءت امرأة من السميرة لتستقي ماء. فقال لها يسوع أعطيني لأشرب. باي ذا واي بيقولوا هي طلعت في الساعة السادسة، اللي في الشعوب دي محدش يطلع الساعة دي يجيب مية، لأن المشوار ده ما يروحوهوش في عز الظهر، الساعة السادسة اللي هي 12 يعني، فإما يروحوا بدري زي عادة الأديرة، الأديرة زمان لما ما كانش في مية يطلعوا بدري قوي قبل في الطراوة يعني، يا إما بالكتير لو واحد فاته يبقى في الغروب. فهي رايحة عارفة ما حدش هيشوفها لأنها انسكيورد، ما تقدرش تطلع في جو الناس تبص عليها وتفضل بقى يعني ترد عليهم. فقال لا يسوع أعطيني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا. برضو حكمة ربنا يسوع أنه وزع التلاميذ، لأن منظر 10 رجالة لا هيزود الانسكيورتي، فكان لازم يبقى هو لوحده خالص. ليبتاعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. الست دي كأنها بتقول، أنا هحاول أعبر عن مشاعرها، أنا عاوزة راجل. طبعا أول ما حد يقول كده يبان إنها ست وحش، لا، هي بتقول أنا عاوزة راجل يراني وحدي كما أنا، يشوفني كإنسانة. كل الناس بيشوفوها حاجة تانية، بيشوفوها بتايتل، بكلمة وحشة، ممكن يشوفوها كجسد يشتهى، لكن هي عاوزة تقول أنا عاوزة راجل يبقى لي أب، عاوزة راجل مسؤول عني، عاوزة راجل في رجولة، مش في أنانية، مش في طمع. فجاية تستقي ماء، زي اللي بتقول كلهم بيشوفوا جسدي، محدش شاف روحي، محدش شاف روحي الحزينة المكتئبة، محدش حاسس بالوحدة المرة اللي أنا فيها، حتى لو في راجل في البيت بس أنا عندي وحدة فظيعة. ممكن كل الناس تشوفني بعيون بعض، يعني ايه؟ للأسف دي غلطة على فكرة في مجتمعاتنا الكنسية، ان احنا بنشوف المتهم بعينين بعض، فكلنا نشترك في التهمة، وعشان كده مش صح ان انتوا تحكوا عن مشكلة شخص، لان ممكن واحد يكون بيحترمه لما يسمع القصة يبطل يحترمه. طب انت زودت الغلب عليه ليه؟ ما يمكن القصة اساسا مش مظبوطة، يمكن في حاجة ناقصة في الحكاية توزن المسائل. هما بيشوفوني بعينين الناس وكلامهم، فعشان كده هي عارفين مخاصمة الدنيا كلها، هي كره الرجالة كلهم، طبعا المسيح واحد منهم، فالأتاك الأولاني ده يأكد لك انها مش طايقة حد، بالذات جنس الرجال. عاوزة تقول هما بيشوفوني بس ما حدش بيسمعني، ودي مشكلة رجالي على فكرة، ان الراجل تقريبا ودانه عطلانة،
اغلب الرجاله ما بيسمعوش كويس، فهي متمرره لكن لها اب بيسمعها ويحس بوجعها، ولا ليها زوج من الخمسه كان بيسمعها، لا ما كانش حد بيسمع، وهي عاوزه تحكي، عاوزه تشكي، عاوزه تدلق اللي جوه، وعمال يتراكم يتراكم. وطبعا هي بعيده عن ربنا او مش قادره تدلق عند ربنا، لانها هي من الاول بعدت عنه، فهي مستحرمه تصلي. خلي بالكوا، هي اتصالحت مع ربنا اول ما اتصالحت مع نفسها لما طلبت السجود، هي المشكله كلها كانت نفسيه، ممكن يشوفوني بس مش سامعني، ولو سمعوني مش بيفهموني. برضو دي مشكلة رجالي باي ذا واي، انه الست لما تيجي تحكي لجوزها هي عاوزاه يسمعها ويفهمها ويتعاطف معاها، هو للأسف مش بيفهم، هو بيسمعها فيحول كل الكلام الى فلوس، والفلوس بتنرفزه، فيبقى المطلوب مبلغ معين، فيبقى يومها مش فايت. ايه الموضوع وهي في وادي تاني؟ هي بتتكلم في نقطة وهو استقبلها بطريقة مختلفة خالص، لأنه بيفكر بدماغه هو كراجل، اللي بيبص على الفلوس، بيبص على الكرامة، بيبص على حاجات محددة فرق معاه، لكن هي بتحكي في نقطة تاني خالص، انت مالكش دعوة بالنقط دي. كأنها عاوزة تقول أنا محتاج راجل ما يخافش، ولا أنا أخاف منه. بمعنى إيه؟ غالبا الرجالة اللي مشيت معاهم دول جبنة، بدليل ان هم كانوا بيسيبوها، وفي نفس الوقت هي بتخاف منهم يسيبوها، او بتخاف منهم ليأذوها، فهي عايشة في حالة رعب، لكن حاسة كمان ان الرجالة دول خوفين، ما كانوش بيعملوا حاجة في النور، ما هماش اقوياء. واي طفلة بتحس بالامان فإن أبوها وهي صغيرة ما بيخافش، راجل ما بيخافش، وممكن يدافع عنها ويموت عنها. إنما في غلطة مشهورة في مجتمعنا المصري، إنه يستدعوك عشان ابنك عامل عملة، تبقى خايف على منظرك أو خايف من مدير المدرسة، فتدخل تهزق ابنك، وأحيانا يكون مظلوم، أو تهزق بنتك، قال يعني إيه أنا بربي هو. انت بتربي بس الحقيقة انت كسرت العلاقة بينك وبين ابنك للأبد، لان في اللحظة اللي كان لازم تدخل تاخده في حضنك وتبقى يعني استخبى ورا ظهرك وتبقى هتاكل اللي هيقول عليه كلمة، كان ده الموقف الصح، انت وقفته متهم وجيت في صف الناظر والمدرسين، انت اصلك وفصلك. فطبعا ده رعب يعيش معاه طول العمر، لانك انت بدل ما تقف وقفة الراجل وقفت وقفة القاضي او المعادي. فهي لسان حالها بيقول انا محتاج راجل، محتاج امان الراجل اللي ما بيخافش. خلي بالكوا ده كله هيتحقق في المسيح، وطبعا ملوش اي علاقة بحاجات جسدية، لا ده انسيكوريتي، ده مجرد عدم امان عالي قوي صوته جواها، وعمال يهدى مع كل جملة بيقولها المسيح وكل ابتسام. وكمان محتاجة ما خافش منه، لأنه اللي عايش في علاقة أساسها الخوف، العلاقة دي مش سوية. في ستات عايشين مع رجالتهم في رعب، في أطفال عايشين مع أبوهم وأمهم في حالة رعب، في واحد عايش مع ربنا في حالة قلق خايف ربنا يغضب عليه، كل العلاقات دي مش سوية، لأن ربنا مصدر الأمان مش مصدر الرعب. ربنا بيقول خليكوا عيال وانا ابوك وشوفوا عامل معاكوا ايه. لكن في ناس عندها قلق من العلاقات، insecurity، فهو حتى بيصلي لحسن تحصل له مصيبة. لا حبيبي، ده عند ناس تانية الحاجات دي، احنا لو ما صليتش هتلاقي اليوم ماشي برضو، ويشرق شمسه على الابرار والايه والاشرار، هو ما بيغدرش زي ما انت فاكر. عاوزة راجل ما يخافش من كلام الناس ولا موقف. حاجة من الحاجات اللي أثرت في الست دي وخلتها تفتح مع ربنا يسوع كده في الكلام، إن المسيح ما خافش على منظره وهو بيحكي معاه، ما خافش من كلام الناس. واضح إنها عارفة كويس قوي إنها تهمة، وإنه أي حد هيشوف المنظر ده المسيح مش هيخلص من الكلام.
انما هو قصد يطول في الحوار لغايه ما التلاميذ جم شافوه في المنظر ده، وحصل فعلا المتوقع، يقول لك تعجبوا انه كان يتكلم مع امراه، وطبعا شكلها الظاهر يعني يقول انها مش ست عاديه. فبصوا له بصه، بصه المجتمع، لا يا رب عيب، ما مش انت بقى خالص اللي تبهدل نفسك كده تتكلم مع واحده زي كده، نظره المجتمع كلها. فهي محتاجه راجل ما يخافش يقف جنبها، وده كان موقف المسيح مع كل النوع ده. فاكرين المرأة الخاطية سابها تبكي على رجليه، وبرضو المجتمع كله رفض المنظر. فاكرين التي أمسكت في ذات الفعل انحنى جنبها وبقى يكتب لها ويقف تستخبى وراه. فده موقف متكرر لربنا يسوع، اللي أنا ما يفرقش معايا كلام الناس، أنا يفرق معايا الفريسة دي بنتي، ولازم أدافع عنها، لازم أعوضها عن الأبوة اللي اتحرمت منها، لازم اكون لها الراجل اللي يأمنها من اي حد يبص لها بصة زيادة. عاوزة راجل، هي بتقول كده، ما يخوفنيش بكلامه او موقفه. وعشان كده تلاحظوا المسيح اكيد كان مبتسم جدا كعادته، وديع، وفي نفس الوقت جاي يديها قيمة بقولة اديني اشرب، انا قابل انت اللي تخدميني، انا اللي محتاج. وبعدين يعرض عليها بأدب شديد انها نستبدل المية، اديني المية بتاعت البير وانا اديك المية الحية، فكأن احنا ايكوال، كأن احنا زي بعض. انتهى الاكرام والاحترام والانسانية. فانا مش عاوز راجل يفضل يهددني بكلامه، هسيبك، هضربك، هأذيكي، هشهر بيكي، هتكلم عنك. اكيد هي جربت الرجالة دول وسمعت من اللغة دي كتير، ومش بعيد يكون أبوها كان واحد ابتدى كده من النوع المرعب ده. فهي عاشت بقى السيناريو بتاع الانسكيورتي. على فكرة ده مش بنات بس، ده ممكن ده نفسه يكون حاصل مع شباب كتير ولاد. الانسكيورتي دي ما بترحمش، يمكن في البنات أكتر لأنهم أكثر عرضة للإيذاء، لكن هي الحقيقة كل الناس بتاخد من يعني الحاجات دي شوية. هي بتقول محتاجة راجل يحترمني. خلي بالكوا كل ده في الآخر هينعكس علينا. يعني إيه؟ لو حسيت إن ربنا بيحترمك، لو حسيت إن ربنا بيسمعك، لو حسيت إن ربنا فهمك، لو حسيت إن ربنا مش مكسوف منك، مش مكسوف إنك تتحسب عليه، أنت كل مشاعر النقص اللي عندك هتروح، كل عدم الأمان هيتبخر، هتشعر بسعادة عجيبة عمرك ما حسيت بيها، تحس انك واثق بنفسك جدا. وهي دي نهاية القصة، جالها ثقة بنفسها غريبة، داخلة البلد كلها تقلبها ومنتهى الثقة، اللي كانت يعني بتستخبى من العيال الصغير عشان راحت الانسيكوريتي كلها، خفت في قاعدة واحدة عظيمة مع ربنا يسوع، خفت تماما. محتاجة راجل يحترمني. المسيح له المجد بيقول لها ايه؟ يا امرأة، يا امرأة دي اللي كان اللي يقولها للعذراء بالظبط في لغتنا النهاردة، حضرتك او يا سيدتي. سيدتي النهاردة ما تقلوش كده يا رب، لا يتقلوا كده. نفس الكلمة استخدمها مع التي امسكت في ذات الفعل، كلهم زي بعض، ينبغي لهم الاحترام، منتهى الادب والاحترام. طبعا هي مش مصدقة روحها، بس غالبا جه في بالها ايه؟ كويس، ما هو مش عارف يعني. هي مبسوطة انه محترمها، قال يعني ست بقى ايه يعني ما فيهاش عيب، لغاية لما قرب شوية في الكلام وبعدين كشف لها انه عارف كل حاجة، ومع هذا بيحترمها تماما. دي بقى اللي ايه فرقت معاه جدا، لان اغلبنا بنتصور ان ربنا بيبص لنا من خلال خطايانا، فانا متوقع ان ربنا قرفان مني، زهقان مني، ربنا مش طايقني، ربنا متغاظ. الحقيقة كل ده غلط. ربنا بيحترمني وبيقدرني وبيحبني، ومش بيعرف يشوفني من أخطائي، بيعرف يقول الأخطاء دي كلها نتاج الانسكيورتي. عاوز يقول أنت مش بعتش يا ابني بحضني عشان كده متبهدل، لكن أنا جيت أشبعك. كأنها بتقول أصل أنا معرفتش أحترم نفسي لأن محدش محترمني. برضو الجملة دي على فكرة مهمة في علم النفس، إن الشخص اللي مش شبعان باحترام مش عارف يحترم نفسه،
ولأنه مش عارف يحترم نفسه بيسيب نفسه ملطشة للخطايا، بيبهدل في نفسه، بيزل في نفسه، بيكره نفسه، بيبقى متغاظ على طول، بيبقى ميال للعصبية والكآبة، لأنه هو من كتر ما محدش احترمه كفاية هو طبعا مش قادر يحترم نفسه، إلى أن يأتي من يحترمه جدا ويقدره جدا ويبص له بإعجاب نقي جدا ويكبر، خلاص يخف. أحتاج راجل يحترمني حتى لو عرف كل شيء. وعلى فكرة بقى احنا الكلام ده بنقوله لنفسنا كآباء اعتراف، لما بيجي لي طفل شاب مثلا واقع في المثلية، واقع في الهوموسيكشواليتي، انا عارف كويس قوي انه هو بيطلع الاعلان ده ليا بيبقى باصص في عينيه كويس جدا، دول بأذكياء جدا، عاوز يشوف رد فعلي الاول، كشرت، اشمأزيت، اتخذت، خلاص مش هيعترف تاني ابدا وهيكمل كده على طول، ولا عادي جدا او عينيا كلها حب زي اللي بقول له انت غلبان يا حبيبي، زي النص بتاع يونان بكره، افلا اشفق انا، شعور ربنا تجاه كل تجاوزات نينوى الشعب الوحشي اللي كله شر، شعوره ايه؟ شفقة، مفيش شماتة ولا قرف ولا غيظ ولا الناس دي بتعمل بلاوي، شفقة. فأول ما يحس انه ايه ده انت قبلت الكلام عادي، ايوه حبيبي مش خطيه، انت بتغلط وانا بغلط، وكلنا تحت الالام، كلنا تحت الضعف، وعلاجك زي علاجي ربنا، ترجع لربنا يعالجك ويعالجني، ايه المشكلة يعني؟ بيبقوا مش صدقوني، اللحظة دي بتبقى خطيرة بالنسبة له، لانه على طول عدم احترامه لنفسه اللي كان معذبه جدا بيقل. خلي بالكوا الغرب بيحاول يعالجها بطريقة عكسية، انه يعتبرها مقننة طبيعية عشان من العذاب الضمير، من عذاب النفس اللي هم فيه، فعاوز بيطلعوا مظاهرات ينادوا، هم الحقيقة بيتخانقوا مع روحهم، لان هو اللي تعبان فعاوز يقول انا طبيعي انا طبيعي، مش وحتى لو قلت كده انت كده ما خفتش يعني، ده كلها معاناة. فاذا الاحترام حتى لو عرفت كل اللي بيعمله، الاحترام مكفول لكل خاطئ مهما عمل. قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة فمن أين لك الماء الحي، لعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه. أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة يا سيد أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. كأنها بتقول له أنا أول مرة واحد يسمعني وما يقطعنيش، ويسمعني وما يهزقنيش، يسمعني ويفهمني، أنا بقول لك منين جايب المية. طبعا بتتكلم بطريقة مش سهلة أكيد يعني، أجريسيف، عنيفة، بتردح يعني، منين عندك مية يعني وانت والبير غويط وبتاع. إنما هو بمنتهى الأدب بيرد على سؤالها وكأنها بتتكلم جد، فبيقول لها أنا عندي مية مش محتاجة بير ولا دلو، المية بتاعتي مية حية واللي يشرب منها يبقى فرحان وما يعطش. إذن هو سمعها كويس ومش رفضها، هي رفضاه. خلي بالكوا بقى الموقف هنا مقلوب بقى، هي رفضاه نفسيا لأنها مش قادرة تصدق لسه غير إن ده راجل زيه زي غيره جاي مؤذي، هيجرحني بكلمتين، هيسمعني كلمتين، هيبقى أناني زي، وهو مش رافضها. خلي بالكوا كأنه بيصلح كل أخطاء الرجالة اللي قبله، لأن هي ما كانتش رافضاهم بس هم كانوا رافضينه، المرة دي هي رافضاه وهو لسه مش رافضها، فاهمين؟ بيعملها بمنتهى الأدب والاحترام كأنه هو اللي محتاجها. وعلى فكرة في شباب يجوا يستفزونا، معلش انا بنقل دايما على الشباب ومعاناتهم لان كتير قوي انسكيورت، بيجي لي مش انا يعني، اي كاهن فينا او اي خادم فيكم تلاقيه غلس بيغلس عليك، داخل لك قاصد يغيظك ويستفزك، هو عاوز يقول لك انا رفضك، ها مش انت هترفضني زيك زي كل اللي قبلك،
اللي يعالجه جدا ان هو يبقى غلس ورفضك وتفضل انت بشوش وبتحبه ومطول بالك جدا، لان هو ده اختبار، هو مش جاي ما فيش بينك وبينه حاجة، بس هو بيختبرك هتحتمل غلاسته، هتحتمل اللي تأدبه يعني، هتفضل تعامله كويس وهو بيعاملك بايخ. وده بيحصل مع الآباء والأمهات في فترة المراهقة بالذات. تكسب الجولة لو كملت بأدب شديد وهو لسه قليل الأدب، هيعدل فترة لازم هيتقلب 180 درجة زي ما هيحصل هنا. هتلاقيها بقت ايه بقى، أدب الدنيا يدخل عليها فجأة، لأنها فضلت تطخ كده وتخبط، وبعدين هو زي ما هو، انتهى الهدوء والاحترام والأدب، خلاص طلعت كل اللي عاوزاه. عاوزة واحد يقبلني حتى لو رفضته، لأن أنا اتعودت أبقى مرفوضة، يفضل قابلني برضه. أيوه طب وماله، هتلاقي ربنا كده برضه. ولو زقيته ما يتزقش، معلش في حتة برضو ايه، انا خايف من الزوجات والازواج تبقى اليوم ما يفوتش حاجة بقى في علم النفس بتاع الزواج. الست لما تبقى بتزق جوزها نفسيا او بالكلام او حتى فيزيكال، بتبقى عاوزاه يحضنها مش عاوزاه يزقها باك، فاهمنا؟ يعني ساعات تبقى من شدة معاناتها النفسية بتطلع كلام ناشف، بتزقه بجملتين، بس هي تعبانة قوي، فبتعمل حاجة رد فعل 10-90، فاهمين؟ حاجة غباء. السامرية عمالة تزق المسيح يعني ما تمشي بقى، بس هي مش عاوزة يمشي، هي بتغلس وبتقول كلام مستفز عشان لو راجل عادي يتضايق ويمشي، بس هو مش راجل عادي، وهو متشبس يكمل الحوار. فطبعا هو ده بقى اللي ايه، وقعها خالص، ده اللي عالجها تماما من كل التعب النفسي اللي كانت عندها. حتى لو حاولت ابعاده، لاني مش بستحمل حد يقرب من كتر يا عيني المرار اللي شافته، بتبقى مش مستحملة حد يقرب نفسيا، يبقى عندها الخوف ده. وفي بنات على فكرة بيخافوا من الجواز بسبب خبرات سيئة أو أفكار سيئة، لكن هي من الانسكيورتي، فتلاقيها عمالة تغلوش وتقول ما مش فارق معاك الجواز، بس هي خايف انسكيورتي. أحتاج رجل يحتملني ويحتويني، نفسي في راجل يحتويني كده، يعني يقبلني زي ما أنا وياخدني ويدلعني ويكبرني. فالمسيح بقى عمال يدلعها كطفلة بقى، عارفين لما طفلة يددوها، لو كنت تعلمين عطية الله، عارف لما تيجي البيبي بنت صغيرة، لو كلتي هتكبري وهتبقي حلوة، بيدلع خالص، لأن كل ست فيها طفلة جوه، وغالبا الطفلة هي الغلبة في دماغها يعني. لو كنت، خلينا نوزن المسائل ربنا، فبتقول لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه ماء فأعطاك ماء حيا. فقالت له، ده الحكاية البئر عميقة. أكيد في اللحظات دي يا جماعة كانت الست بتفكر في إيه، هو ليه مش بيغضب زي كل الرجال، ده أنا ربع الكلام ده كنت خدت لي علقة قبل كده، هو ليه مش بيتهكم بيسخر زي كل الرجال اللي بيسخروا، هو ليه على الأقل ما سابنيش وزهق ومشي، هو ليه مصر يتكلم معايا بالرغم انه واضح انه مش فارق معاه المية. على فكرة هي فهمت كده بعد شوية، لانه لو واحد عطشان بجد ما كانش قاعد يحكي كده، وعلى اخر القعدة هو ما شربش، فابتدت تفهم انه ده جر كلام، يعني هو حتى المية العادية هو مش فارقة معاه. فابتدت تفهم، انت غريب جدا، انت غير كل اللي انا شفتهم، بس انا مبسوطة، مبسوطة لأول مرة، مبسوطة بنقاوة، مبسوطة باحترام، مبسوطة بحاجة، بشعور غريب كده، هيدي الماء الحي بقى، بأمان عمري ما دقته، بسلام عمري ما دقته، بارتياح غريب كده. كويس، احنا كده ماشيين صح. محتاجة راجل ما يبصش في الماضي كتير، وهنا ربنا يسوع الحقيقة يدرس في الكاونسلينج على مستوى العالم في اللحظة دي، الخطوة دي بالذات
بيدوا فيها محاضرات في أكبر جامعات أمريكا، إزاي طلع كل الزبالة اللي جوه بمنتهى السلاسة وفي جملة وقلب الصفحة على طول. دي بقى يعني مفيش كونسلر في العالم يعرف يعملها بالمهارة اللي عملها المسيح. انتوا متخيلين واحدة رصدها مع الشر، رجالة بلا عدد ومن غير جواز، وبكل راجل من دول مشاكله بقى وهمه، ده رصيد فظيع جوه، ده يعني تراكم نفسي فظيع. هي قالت انا ليس لي رجل، جابت من الاخر مش قادرة تبص في الهيستوري، مش قادرة. اما هو جابها لها في نص سطر، قال لها ايوة اللي معاكي مش جوزك، وكان في 5 رجالة، انما انت صادقة. صادقة مش دي الكلمة اللي تتقال بعد اللي انت قلته، بيقولوا اي شتيمة تانية، لكن صادقة ازاي يعني؟ صادقة يعني انت ضحية، انت في القصص دي كلها غلبانة مظلومة. انا مش باصص ان انت وحشة، انا باصص لهم هم اللي وحشين، ولا واحد منهم طلع راجل ولا واحد اسعدك. فهذا قلتي بالصدق. على طول القصة خلصت. القصة خلصت ليه؟ لأنه اللحظة دي لحظة تاريخية في حياتها، إن كل الماضي الدم اللي اتفتح خلصت. ارتياح غريب جدا بيحصل، إنه كل ده طلع وأنا لسه مقبولة برضو. هي كانت مرعوبة إن حاجة من ده كله تطلع، لأن هي مش ناقصة حد يكرهها أكتر ويشتمها أكتر ويهزقها أكتر، لكن كله طلع وفضلت مقبولة ومحبوبة زي ما أنا، عادي جدا كده خلاص. بعدها بقى لقينا واحدة تانية بقى خالص، ست هانم بقى، الأدب إيه والاحترام إيه والتواضع إيه، كأنها واخدة إعداد خدام 10 سنين. بعد الجملة دي على طول هي ممكن كانت بتقول هل هو في راجل ما بيشكش؟ ده أي راجل من اللي شفتهم كان يبقى هو اللي وحش وبرضه بيشك في إيه. هو في راجل بيقبل من غير شروط أو حدود؟ اي راجل لازم يحط شروطه الاول. هي عمالة تتعامل مع شخص من غير ده كله. محتاجة راجل يجعل لنفسي قيمة ولحياتي معنى. انت بتقول لي اديني اشرب كأني انا ممكن اعمل حاجة مفيدة. محدش عمره حسسني بكده. هو انا ممكن اعمل حاجة مفيدة؟ طبعا. انت ممكن تتفرح الدنيا كلها. لما قال لها هذا قلتي بالصدق. في رأيي بقى لما تمدح واحد بحاجة عمره ما تخيل انه يمدح عليه، هي عايشة كذبة كبيرة. خلي بالكم، ما اللي عايشة في ظروف زي كده، ده الكذب ده اكل وشرب. لكن هو المسيح قادر يشوف انها غصب عنها كانت بتكذب، لانها صادقة مع نفسها، مش بتحب الشر، مش طايقة العيشة اللي هي فيها. هي لو صلحت الشر وعاشت فيه تبقى مش صادقة، هي تعبانة لأنها صادقة. أنا منساش من 30 سنة كنت معجب بكاتب لبناني اسمه كوستا بيندلي، وكنت مشغول بعلم النفس طول عمري، فقال جملة الحقيقة منساش أبدا، قال المكتئبين في هذا العالم هم أكثر ناس صادقين مع نفسهم، لأن هم مش قادرين يتصالحوا مع الغلط اللي حواليهم أو اللي جواهم. فأكثر ناس صادقين لأنه الصلح مع عالم خطأ كله فساد جوايا أو برايا لازم أخليني أكذب وأتجمل وأغلوش وأغمض عيني، لكن الشخص الصادق قوي ده مش مستحمل، فبيدخل أحيانا في كآبة. عشان كده ما تستغربوش إن كلنا بنكتئب، دي ظاهرة مش وحش، دي ظاهرة تدل إن إحنا نميل للخير، نميل للصح، رافضين الغلط إن كان جوانا أو برانا. فهنا هذا قلتي بالصدق، انت يا بنتي صادقة، صادقة كنت في احتياجك، كنت عاوزة تعيشي زوجة فاضلة، صادقة في احتياجك وانت طفلة، كنت عاوزة ابوك يطبطب عليك ويشيلك ويحبك ويدلعك، صادقة في طلباتك انك تبقي بني ادمية ليك رسالة في الدنيا دي، صادقة في حاجات كتير قوي، انه المجتمع هو اللي مشوه اكتر منك بكتير، بس طلع انت اللي مجرمة وهم اللي ابرياء، بس الحقيقة انت صادقة. هذا قلتي بالصدق. طبعا
معناها انا مصدقك، انت اول واحد في عمري يصدقني، وانا فيا صدق عشان تصدقني. لكن هي ببساطة كده فعلا انا جربتها مع شباب كتير من المرهق نفسيا، اقول له حبيبي انا مصدقك، فيفضل مهنك شوية كده زي اللي قلت له حاجة غريبة، لان هو ما تعودش حد يصدقه، لان هو بيقول لي عامل مصيبة بس صدقني، وبعدين يقول اي عذر، فيلاقيني بقول له انا مصدقك، مش اطلع من دول، ما انت السبب، لا لا انا مصدقك. فلما يلاقيني متعاطف معاه ضد اهله مثلا، اهلك هو اللي وصلوك لكده، انا مصدقك، يهدى جدا، يبقى مستعد ياخد اي علاج لانك صدقتني. يبقى انا بقى اللي انا عمال اقوله ده ومحدش راضي يسمعه، معايا حق فيه، اهلي هم اللي وصلوني لكده. ايوه حبيبي طبعا اهلك اللي وصلوك لكده. المجتمع هو اللي ظلمني. ايوه حبيبي موافق، هو اللي وصلك لكده، لكن يلا نعالج بقى. اوكي يعني تعالى نعمل حاجة جديدة بقى. لكن كلمة انا مصدقك دي بتفرق جدا مع اللي عندهم انسكيورتي، لان هو طفل حكى قصة محدش صدقه وقالوا له انت اصلك، واتقلبت على دماغه، فمن ساعتها هو محدش بيصدقه، وهو يظن في نفسه كده. طبعا فكرة هذا قلتي بالصدق ادها امل في روحها، يعني انا في امل ابقى بني ادمية طبعا، يعني انا يجي منك طبعا كانسانة محترمة. وعشان كده تلاحظوا هو ما قالهاش اخدمي ولا كريزي ولا يلا اشتغلي معايا ولا امشي ورايا، لا لا خالص، هي لوحدها لوحدها انطلقت وبقت انسانة مثالية. عاوزة يا راجل يعرف اللي انا مش عارفاه، فيبقى لي قائد. فاكرين الاحتياج للمعرفة او شهوة المعرفة؟ فوجئنا بقى ان الحوار كأننا دخلنا في تمثيلية جديدة خالص. اول ما طلعت الكلمتين وقال لها هذا قلتي بالصدق، فوجئنا انها بتسأل في موضوع بالضبط كأنك قلبت القناة خالص، شانل 2 بقى، واحدة مش هي خالص. يعني هما يسجدوا في يسجدوا، احنا في ايه؟ ولا احنا بنتكلم في مية وفي رجالة وفي عيشة ملخبطة دخلنا فجأة في حلقة هو انا بيسجدوا فين؟ ده هو كده قاعد مع الفريسيين وكتب بيسأله سؤال ديني. انما هي عندها شهوة معرفة، هي زار طول عمرها بتحن للغفران، وعلى قد تفكيرها الساذج السامريين دول انصاف يهود، يهود مخلطين بامم، فدماغهم مش الدنيا مش واضحه فيه. هي على قد تفكيرها الساذج، انا بس لو اسجد وربنا يشطب على الماضي كله، لو ينفع بس يقولوا لي اروح فين وانا اروح. ومن هنا جت فكره السفر لاي مكان بعيد في محاوله لغسيل الضمير، فاهمين بتيجي ازاي الحكايه؟ فهي قالت له السجود هنا ولا في الجبل عندكم ولا يفرق معايا يهود ولا سامرين، انا اروح في اي حته. قال لها حتى دي مش محتاجه تعب، لان السجود لله بالروح والحق. انما هو وضح لها انه فاهم عنها، ودي ما ضايقتهاش، لان على فكره اي بنت او ست تميل انها تنظر لجوزها او ابوها سابقا انه هو اللي عارف، ولما يطلع مش عارف تتعب نفسيا، لانها مش هتقدر تثق فيه كفايه، مش هتقدر تتحامى فيه كفايه. فطبعا قلة احترام اي زوجة لجوزها ده بيعذبها اكتر ما بيعذبه، خلي بالكم الاتنين متعذبين في الحالة دي. فطبعا المسيح ابتدى يجاوب بتلقائية، هتيجي الساعة الساجدون الحقيقيون يسجدون للأب الروح والحق، والأب طالب مثل هؤلاء الساجدين. ابتدى بقى يوعظ براحته، كلم عن السجود المثالي وعن الأب الطيب اللي مستني الناس، وان الساعة دلوقتي مش محتاجة نأجل. كانها بتقول في بالها ده انا كل ده كنت عاوز اسال فيه بيجاوب لوحده من غير ما اسال، بيريحني من غير ما اشكي، بيفهمني من غير ما اتكلم. ده لقطه، ده كان فين ده قبل كده؟ ده هو ده اللي رجع لي كل الامان اللي انا فقدها، محتاجه راجل يطلعني من السجن اللي انا فيه. الست دي مسجونه جوه نفسها من الخوف، من الغضب، من الياس، من قله الايمان. اقولهم تاني، أربع مشاعر تقيلة جدا، أربع عضبان كده عاملين زنزانة بشعة، خوف وغضب
وإيه؟ يأس شديد وقلة قيمة، إحساس إني ملياش أي لازم. الأربع مشاعر مسيطرين وكل القضبان دي عمالة تتكسر، فأنا محتاج حد يطلعني من السجن اللي أنا فيه ده. طبعا كل ده بيجي بالأمان، سجن الخطية بقى الشهوات، ما هي إنسانة طبعا، الهيستوري لا يخلو من شهوات طبعا، بس مش دي القضية اللي شغل المسيح خالص، مش دي اللي ركز فيها خالص ولا بص عليها ولا ادها قيمة كبيرة في كلامه، هو باصص ان دي غلبانة وخلاص. سجن الخوف ومع العار والذل والبهدلة، سجن الماضي والحاضر والمستقبل، القلق، طب امبارح ده اسود والنهاردة برضو شكله اسود، يبقى بكرة هيبقى شكله ايه؟ محتاجة راجل يخلقني من جديد، عاوز اغير نفسي، عاوز اتقلب واحدة تاني. الوحيد اللي بيعرف يعمل دي المسيح، خليقة جديدة، خليقة جديدة يمكن تحتفظ باسمها بس، لكن هي من جوة totally different totally. سأل عن شهوات تقولك ما عادش فيه، عن خوف اختفى، عن غضب مش عارفة لقيه، عن يأس انا مقبلة على الحياة جدا، عن صغر نفس ده انا بشتغل معاه، ده انا هجيب له الدنيا كلها، ده انا هفرحه زي ما فرحني. ايه ده؟ دي واحدة اتبدلت تماما لمجرد ان السيكوريتي رجعت اللي كانت فقدها. هحتاج راجل يخلقني عشان ابقى مختلفة، مقبولة، محبوبة. كل ده هو وصله لها، خلي بالكم من عينيه وكلامه وموقفه وصلت كل المعاني دي. ليا رسالة، بقيت مؤثرة، ليا معنى في الحياة. ساعتها تركت الجرة، دخلت البلد على صرخة واحدة، تعالوا انظروا انسانا قال لي في كل ما فعلت، ألعل هو المسيح. والبلد الغريب طلعت وراه. الواحد دايما يتساءل، لو انا عارف ان انسان كذاب بطبعه، ليه في مرة ممكن اصدقه لدرجة اسيب اللي في ايدي وامشي وراه؟ ما هي دي كذابة طول عمرها، سيرتها بتقول كده، مش ممكن حد يبص لها ولا يسمع كلام. البلد كلها صدقتها والبلد كلها خرجت وراها، لانها لما خدت الامان كله مش محتاجة تخبي ولا حاجة، منتهى الثقة بالنفس. الثقة بالنفس أكتر عنصر مؤثر في الناس، وتبقى واثق من نفسك جدا بتخلي اللي قدامك يصدقك. ودي طبعا لعبة الحرامية الكبار، أحيانا بيتكلموا بثقة زيادة بس كذابين، لكن ربنا يسوع بيخلي الواحد فينا عنده ثقة بنفسه لأنه هو في ظهره، المسيح في ظهره، وبالتالي بقت مؤثرة جدا. البلد كلها تمشيت ورا الست دي عشان تقابل المسيح، وتاني يوم قاعدين هيحكوا معاها، بقيت النص يقولوا لها على فكرة احنا لسنا بسبب كلامك نؤمن. لا، ده كان في الاول، دلوقتي احنا قعدنا معاه وبقالنا يومين احنا صدقنا ان هو ده المسيح ابن الله. القصة دي بقى تعالوا نحطها علينا في اخر جملتين كده. كلنا بدون استثناء عندنا insecurity، عندنا عدم امان كافي. محدش فيكو عنده شهوة الامان؟ نفسي يا رب ارجع طفل كده متشال، فكرش في ولا حاجة، معولش هم اي حاجة، حاسس اني محبوب قوي، مقبول زي ما انا، وليا قيمة كبيرة، ومش مطالب باي حاجة زيادة. احساس حلو قوي. كلنا عندنا شهوة امان، شهوة دي لا تشبع الا بالتعرف على المسيح، الا بقعدة طويلة زي كده، الا بانك انت تاخد شكل السامري حتى لو بعبعت ولبخت في الاول، وتكتشف ان ربنا بقاله طويل وصبور جدا، قدم احترام كافي، مش بيبص على الخطايا، شايفك حاجة مهمة، معتبر ليك اعتبار كبير. طب احنا ليه سايبين الانجيل؟ ليه مش بنقعد مع ربنا؟ ليه عايشين بالخوف اللي يخلينا فينا عصبية وفينا حزن وفينا قلق وفينا اجريشن وفي، طب ما احنا اللي تعبين روحنا. الموضوع بسيط، يبقى كلنا نرجع نقول احتاجه رجلا، اما احتاجه ابا ومفيش حد مش محتاجه، او احتاج راجل اتحامى فيه لان هو ايه، هو ابو الايتام والارملة، يعني هو راجل الكل في الاخر، المسيح راجل البشرية. فاحنا مهما كانت لينا ناس نتكل عليها، لا، هو مفيش حد ممكن يتكل عليه زيه. لإلهنا كل مجد وكرامة.